الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا النداء الإلهي للمؤمنين الذي يستثير في داخلهم إيمانهم حتى لا يكون الإيمان مجرد خفقة في القلب أو فكرة في العقل، ولكنه يتحول إلى حركة إنسانية تجعل الإنسان يخاف مقام ربه ويعرف عظمة ربه ويشكر نعمة ربه ويعيش مع ربه، لأن الإيمان إذا لم يتحول إلى عمل فليس له أي قيمة في حساب إنسانية الإنسان. فالإنسان إنما ينطلق بالفكر لا ليبقى الفكر صورة في العقل، ولكن الإنسان يفكر ليخطط ليتحرك، وإلا كانت المسألة مثل الثمرة التي تبقى على الشجرة ثم تتعفن فلا ينتفع أحد منها شيء. لذلك كانوا يقولون أن العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، فأنت عندما تعرف الله ولكنك لا تعبده ولا تخضع له ولا تركع ولا تسجد ولا تتحرك في خط الخير الذي يأمرك به، فما معنى إيمانك بالله؟ لذلك في كل آية من الآيات التي يخاطب الله فيها الناس بعنوان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فإن الله يريد أن يحرك الإيمان في واقع الإنسان ليقول للإنسان إنك بإيمانك لابد أن تجسد إيمانك في حركتك في الواقع. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، والركوع يمثل شكلا من أشكال الخضوع لله، وهو حالة الانحناء، أن تركع لله، أن تمد رقبتك بين يدي الله، فكأنك تقول يا ربي هذه رقبتي بين يديك، أنت تملكها، والرقبة تمثل الرأس وما بعده، أن تمد رقبتك فكأنك تقول يا من بيده ناصيتي، ناصيتك هذه الناصية هي أعلى الجبهة هي بيد الله، فكأنك تقدم رقبتك لله كما يقدم الرقبة إلى الذابح ليتصرف بها. والركوع لله هو انحناء الجسد، وانحناء الجسد قيمته فيما يمثله من انحناء الإرادة وانحناء العقل،
فأنت أمام الناس عقلك عقل العنفوان، لك أن تفكر بعقلك في مقابل عقول الآخرين، ولكنك أمام الله الذي خلق لك عقلك لا بد أن ينحني عقلك أمام الله ليشكر الله الذي خلقه وليحركه فيما يرضي الله. فلا تحرك عقلك للشر، ولا تحرك عقلك للكفر، ولا تحرك عقلك للجريمة، ولكن حرك عقلك لما يرضي الله من فكر تفكر به. فلا بد لعقلك أن يركع أمام الله وينحني، ولا بد لعقل قلبك أن ينحني أمام الله وينحني، حتى تكون عاطفتك في قلبك، والقلب مظهر العاطفة، حتى تكون عاطفتك في قلبك تبعا لرضا ربك. فلا تحب إلا من يحبه الله، ولا تبغض إلا من يبغضه الله. وعلامة الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، أن لا تحب لحسابات إنسان يريد منك أن تحب فلانا أو فلان لأنه من جماعته وأتباعه، أو يريدك أن تبغض فلانا وفلان لأنه من خصومه وأعدائه، ولكن أن تحب الناس في الله لأن الله يحبهم، ولأن الله يريد منك أن تحبهم، أن تعقل قلبك وأن توجه قلبك ليكون حبك هادفا عندما تحب في رضوان الله، وليكون بغضك هادفا عندما تبغض في رضوان الله. ولا بد أن تنحني إرادتك أمام إرادة الله، ذلك هو ركوع الإرادة، أن تركع إرادتك، أن لا تريد ما لا يريده الله، وأن تريد ما يريده الله. لا تقول أنا حر وأنت تتحدث عما أمرك الله به، فتقول أنا حر أن لا أفعله. لا تقول أنا حر وتتحدث عما أراد الله أنك أن تتركه وتقول لا أتركه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا الله قال شيء فعليك أن تنحني على إرادتك أن تقول ما قال الله، وإذا أراد الله لك أن تترك شيئا فلا بد لك أن توجه إرادتك في خط ترك هذا الشيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، حتى يحكموا رسالتك، حتى يحكموا شريعتك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما حصل من شجار وخلاف في القضايا، يجعلوك أنت الحكم. ثم إذا حكمت بحكم الله لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت، ويسلم تسليما. فلا بد لإرادتك أن تنحني أمام إرادة الله. ما بتقدر تقول أنا حر أمامي، تقدر تقول أنا حر، أنا مش عبدك، أنا حر بعمل هالشي اللي بدك إياه مني أو ما بتعمل. بقدر أمامك يقول لك أنا حر، لا أرضخ لك لأن أنت ما مسلط علي. أما أمام الله أنا عبد خالص العبودية،
أنا ملك الله، ولذلك العبد لا يستطيع أن يتمر إلا أن ينحني تحت إرادة سيده. يا أيها الذين آمنوا اركعوا لله في أجسادكم، واركعوا لله في عقولكم، واركعوا لله في قلوبكم، واركعوا لله في إرادتكم ومواقفكم ومواقفكم، واسجدوا. والسجود هو غاية الخضوع، ليس فقط تماما كما هو الركوع أن يسجد عقلك لله فيخضع لما قرره الله، أن يسجد قلبك لله، أن تسجد إرادتك لله كما يسجد جسدك لله. والله يتحدث أنه يسجد له من في السماوات وما في الأرض، كل الكون هو ساجد لله سبحانه وتعالى، كلها يسجد له، سماء والأرض والشجر والدواب وكثير من الناس. والسجود طبعا، شو الشجرة كيف بدها تسجد لله، أو السماء كيف بدها تسجد لله، الأرض كيف تسجد لله. طبعا مش سجود مثل سجودنا احنا، سجوده هو الخضوع لله. لما قال لله للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، خلاص السماء والأرض الله سبحانه وتعالى خاطبهما في إرادته التكوينية، هل تمارسان، هل تخضعان أو تتمردان، قالتا أتينا طائعين. هذه الطاعة التكوينية والخضوع المطلق لله هو سجود السماء، سجود الأرض، سجود الشجر، بحيث أنه ينمو من خلال إرادة الله في نموه، وهكذا. ولذلك السجود هو غاية الخضوع، أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، لأن السجود يمثل عمق معنى العبودية وسر الإحساس بالعبودية، وهذا هو ما يريده الله. فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من خطبته التي استقبل بها شهر رمضان كان يقول: إن ظهوركم ثقيلة بأوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله لا يعذب الساجدين، لكن ليس فقط أن تسجد جبهتك لله ويتمرد عقلك على الله، أن تسجد جبهتك لله وينحرف قلبك عن خط الاستقامة، أن تسجد جبهتك لله وتتمرد إرادتك على الله، أن تكون الساجد بكلك، وهذا هو الذي يجعلك في موقع رضا الله. واعبدوا الله، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا الله. وعبادة الله الخضوع له، طاعته، أن تطيعه فيما أمرك فتفعله، وأن تطيعه فيما نهاك فتتركه، وأن تطيعه في أن تقف المواقف التي يحبها وترفض المواقف التي يتركها، وهكذا. لا بد لك من أن تعيش العبادة بهذا، وقد ورد عندنا في بعض الأحاديث العبادة عشرة أجزاء،
وفي رواية 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. فأنت عندما تطلب المال من حله لتكف وجهك عن الناس ولتقوم بمسؤوليتك تجاه أبويك أو تجاه زوجتك أو تجاه أولادك أو تجاه من تتحمل مسؤوليتهم في المجتمع، فأنت في عبادة منذ أن تنطلق إلى العمل إلى أن ترجع إلى بيتك. وهكذا طلب العلم عبادة. إن الملائكة لتفرش أجنحتها لطالب العلم، فهو يبقى في عبادة ما دام يطلب العلم للنجاة ويطلب العلم للتوعية ولرفع مستوى الناس ولفائدة الناس. لذلك الجهاد في سبيل الله عبادة، قضاء حاجات المؤمنين عبادة، العبادة العفاف عبادة، أن تعف بطنك عن الحرام، أن تعف يدك عن الحرام، أن تعف فرجك عن الحرام. قالها علي عليه السلام كلمتان: كلمة أفضل العبادة العفاف، وكلمة ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. أن تعف بطنك عن الحرام فلا تدخل الحرام في بطنك، وأن تعف فرجك عن الحرام فلا تمارس الحرام بفرجك، إنك تعبد الله أفضل عبادة في ذلك. ومن هنا فالعبادة ليست الصلاة وحدها والصوم وحده والحج وحده، ولكنها طاعة الله في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه وفي كل ما يوافق رضاه. وافعلوا الخير، هاي الرابع من شؤون الإيمان، أن تفعل الخير. وأول مسؤوليتك في الحياة هي أن تقوي عنصر الخير في الحياة وأن تضعف عنصر الشر في الحياة. ولذلك يبدأ الخير فيما يريدك الله له دعوة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون أهلهم إلى الخير، ويدعون أصدقائهم إلى الخير، ويدعون الناس إلى الخير، ليرغبوهم في الخير ويبعدوهم عن الشر، ثم يتحركوا بعد ذلك للواقع. فإذا رأوا شراً أنكروه، وإذا رأوا معروفاً شجعوا عليه وأمروا به. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو خط الفلاح، أن تفعل الخير، أن تنطلق إلى الحياة لتفعل الخير فتعلم الجاهل، لتفعل الخير فتنصر المظلوم، لتفعل الخير فتقضي حاجة كل محتاج، لتفعل الخير فتقوي الضعيف، فتفعل الخير لتقول كلمة الخير ولتفتح قلوب الناس على الخير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا طلقتم في هذه الأمور وركزتم هذه العناصر الأربع فلعلكم تحصلون على الفلاح، والفلاح هو أن تحصل على الجنة، والفلاح هو أن تحصل على رضوان الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهد بعقلك، جاهد بقلبك، جاهد نفسك،
جاهد الشيطان في داخل نفسك، وجاهد أعداء الله في حياتك، جاهدهم بالسياسة، ارفضهم سياسيا، جاهدهم بالحركة الاجتماعية، ارفضهم اجتماعيا، جاهدهم بالمقاومة، قاومهم عسكريا وأمنيا وما إلى ذلك. وجاهدوا في الله حق جهاده. ونحن نقرأ في القرآن، فنقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، نقرأ أن الجهاد جهادان، الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجع من بعض غزواته فقال: لقد رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأصغر؟ قال: هذا جهاد العدو. ما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد نفسك، أن تجاهد نفسك، أن تعمل على أن تركز نفسك على أن تقف مع الخير ومع طاعة الله ومع رضوان الله، وأن تبعدها عن الانحراف. لأنك إذا جاهدت نفسك فمعنى ذلك أنك جاهدت العنصر الشرير الذي يختبئ في داخل نفسك من خلال الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ومن خلال النفس الأمارة بالسوء، لتصنع من نفسك نفسا لوامة، ولتصنع في نهاية المطاف من نفسك نفسا مطمئنة يخاطبها الله في نهاية مطافها في الدنيا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وجاهدوا في الله حق جهاده. ونحن إذا استطعنا أن نجاهد أنفسنا وأن نزيل كل عناصر الشر من نفوسنا، فإننا عند ذلك سوف ننطلق إلى الجهاد الأصغر بإخلاص وبإيمان، وسوف ننطلق إلى حياتنا في كل مسؤولياتنا باستقامة ووضوح وإخلاص. لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه فقد يخرب جهاده للأعداء، وقد يخرب مسؤولياته في الحياة. لذلك علينا أن نصوغ أنفسنا صياغة حقيقية، وذلك بأن نذكر ربنا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذا نسيت ربك نسيت نفسك، وإذا ذكرت ربك ذكرت نفسك، وذكرت مسؤولياتها، وذكرت المصير الذي تصير إليه، وذكرت مسؤوليتك في أن توجهها وتحميها من نار جهنم. ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، دير بالك، مش بس أنك تقي نفسك من نار الدنيا، قوا أنفسكم وأهليكم، أزواجكم، أولادكم، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك النار بيد الله والجنة بيد الله، وإذا كانت بيد الله وما في علاقة إلا مع الله، كيف نستطيع نمسك الجنة بأيدينا؟ وكيف نستطيع نتفادى النار من أجسادنا؟ ولذلك لابد لنا أن نجاهد أنفسنا لنصوغ أنفسنا صياغة ترضي الله، فلا تهش أنفسنا إلى الحرام ولا تنفر من الحلال. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، هو اختاركم، هو اصطفاكم فخلقكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا تتصور
أن الله عندما يأمرك وعندما ينهاك يريد أن يضيق عليك ويريد أن يحجر عليك ويريد أن يقتل طموحاتك ويريد أن يقتل رغباتك ويريد أن يبعدك عما فيه الخير لك. لا، الله يسر لك. أتيتكم بالشريعة السهلة السمحة، والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الثقلهم والأغلال التي كانت عليهم. الله يريد أن يحررك من الأغلال التي تمنعك من أن تعيش حرية عمل الخير، يريد أن يرفع عنك الثقل الذي يمكن أن يطبق على ظهرك، ويريد لك بعد ذلك وقبل ذلك أن تأكل الطيبات وتستمتع بالطيبات، وإذا حرم عليك شيئاً فإنه يحرم عليك كل ما هو خبيث يضر صحتك ويضر مزاجك. ولذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لذلك كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى لك أن تأخذ، فامشوا في مناكبها مناكب الأرض وكلوا من رزقه وإليه النشور. لذلك الله سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل تكليف يلزم منه الحرج فإن الحرج يرفع التكليف عنك حتى لو كان محرما، سيجعل مع العسر يسرا ثم إن مع العسر يسرا. فالله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو درس الإنسان خطوط التكاليف الشرعية لرأى أنها تتحرك من أجل إصلاح الإنسان ومن أجل إبعاده عما يفسده. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم هو أبو الرسل وهو الذي أطلق الإسلام بسعته دينا يلتزم به الناس كخط عريض، وإن كان الله يضع لهم في كل مرحلة يضع لهم خطوطا تفصيلية تختلف فيها مرحلة عن مرحلة. إذ قال له ربه أسلم، خلاص بدك ترفع إيديك ترفع أن يسلم عقلك عقلك لله، أن يسلم قلبك لله، أن يسلم جسدك لله، أن لا تكون لك إرادة أمام إرادة الله، أن لا تكون له ككلمة أمام كلمات الله، أن لا يكون لك تعلق بأي شيء في غير رضا الله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم، مش بس أسلم وخلص، قال أنا مكلف على نفسي وما إلي شغل بأهلي وبأولادي. لا، مش مثلنا إحنا، إحنا حجاج وعلماء نصلي وبنصوم وبنطيع الله، أما أولادنا يكفروا مش مشكلة ما دام عندهم مال ما دام عندهم وظيفة. الحمد لله، والله أولادي ناجحين، صح ناجحين في الجانب المادي، ولكن أولادي ما بيصلوا، أولادي ما بيصوموا، أولادي ما بيؤمنوا بالله، أولادي بيشربوا الخمر، بيلعبوا القمار، بيتجسسوا، يطيعوا الظالم، يناصروا الظالم. أنا معلش والله فلان الله حقيقة أن أولاده ناجحين. لا، لازم إذا كنت مسلما فعليك أن توصي أولادك بالإسلام، أن تربيهم على الإسلام، أن تدربهم على الإسلام، أن تبعدهم عن الكفر. ووصى بها إبراهيم
بنيه ويعقوب يا بني، قبل ما هذا، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آخر وصية، مش مثلنا لما الواحد يوصي وهلا ماشي قصة الحج الأيام والوصايا. شو الوصايا؟ كيف بدنا نوزع التركة؟ مليح الله وزع لك التركة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله قسم لك إياها، المرأة شو تأخذ، الرجال شو بيأخذ، الأب شو بيأخذ، الأم، الله جعل لك نظام للإرث. لا والله، بدنا نعطي الأولاد ونحرم البنات، بدنا نميز هذا عن هذا. كل شغلك كيف تنظم تركتك، والله نظم لك إياها. أما معلش سنتين صلاة يلا خلولي، حقوق الناس عليك، حقوق الله عليك، كيف بالمية قديش اللي بيوصوا يوصوا بالخمس بالله بينكم وبين الله؟ هذا بالغلل، هذا في شيء إنسان كل يوصي بما ينفعه عند الله حتى توصل ربك. قل يا ربي أنا وصيت أولادي بالإسلام، وصيت أيضا بالحقوق التي لك علي أن تدفع لأني ما وفقت، وصيت بحقوق الناس اللي علي حتى لا يأكلها أولادي، بدي وثقها بدي ركزها حتى أولادي، يجي واحد يلو علي مصاري يقولوا له ما في عندك سند، بدي أكتب السندات للناس الذي لهم، وهكذا. بينما ووصى بها إبراهيم بأي شيء؟ بالإسلام. وبني ويعقوب يا بني يعني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا الآن لاحظ يوسف مثلا، هذا توفني الآن يوسف لما الله فتح له الأبواب وجعله ملك مصر، والله سبحانه وتعالى جاب كذا، قال له ربي قد آتيتني من علمتني من تأويل الأحاديث، توفني مسلما، الرغبة الأخيرة هذه، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. عمدا لما بدك تموت تموت وأنت على الإسلام في هذا المجال، الإسلام العملي. ولذلك نشوف إبراهيم ليش هو كان رمز الإسلام. إسلام يعني أن يسلم الإنسان أمره لله. أعظم تجربة صارت لإبراهيم تجربته مع ابنه الولد. فلما طلب من الله أن يرزق ولد مثلا، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي سيروح ويجي لعنده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولد صار لطيف وجميل وحلو، وبروحوا معه. هلا كل واحد من عندنا لما ابنه ينمو هيك ويصير يطلعوا معه وبروح وبيجي، ولد حلو ولطيف وجميل وأخلاقه طيبة وواعي وذكي، قديش يعتز به الإنسان ويزهو في هالمجال هذا. صدمة اجت هون، فلما بلغ معه السعي ماشيين، وقف شيء جديد، قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك. وهذه لأنه قد يجي بعضين الواحد بالمنام، يعني معناها أن الله يقول له اذبح ولدك، فانظر ماذا ترى. أحب أنا أبلغك هالموضوع، وهذا معناه أمر من الله، وهذا الولد مربى هيك على تربية أبوه لأن عاش مع إبراهيم وتعلم الإسلام من أبيه، تعلم الطاعة من أبيه، اتعلم أن تنحني إرادته أمام إرادة الله من أبيه. ولذا ما فكر، ما احتاج. فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. رأسا قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدون إن شاء الله من الصابرين. شو الله بيقول؟ فلما أسلم، شوف التعبير، أنه إبراهيم أسلم وإسماعيل أسلم، وتله صرعه للجبين على جبينه، مثل كيف أنه لما يذبح الذبيحة وناديناه، بس خلى
سكير لتاخذ هذا، قال له وقف، وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، لانك انت ما شفت انك ذبحته. الرؤيا كانت انك تبدا لتفعل مقدمات الذبح، اني ارى في المنام اني اذبحك، يعني اني اعمل كما يعمل الذابح في اني اسرعك. لذلك انت مو مكلف بان تذبحه، مكلف بان تقوم بعمليه الذبح، لكن ما قلنا لك حتى الاخلاص يظهر، لانه تكون تمثيليه، لان الله لما بيقول له ترى انت القضيه بدك تكون هيك، بدك تجيبه، بدك تخليه تسرعه، وبعدين انا برتب لك القضيه، ما راح يصير اخلاص. لكنه اعطاه الفكره كما لو كان يذبحه. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وهذا الله خلد هذه القضية. ولذلك لما تروحوا للحاج بعد ما ترموا جمرة العقبة، إذا تروح إلى منى حتى تذبح هذا. تخليد لتلك القضية حتى كل واحد، والحج يريد لوعي يا جماعة، حتى كل واحد لما يوصل يريد يذبح يتذكر هالقضية، أني أنا عم مذبح قربة الله تعالى، كما الله فداه بذبح عظيم، معناها أني أسلم أمري لله في هذا المجال هكذا. فهذه، فلذلك إبراهيم كان القمة في مسألة الإسلام. لذلك يقول ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هو أطلق كلمة المسلمين بمعناها الواسع التي تتسع لكل الديانات السائرة في خط الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ليكون الرسول علي شهيدا عليكم، يعني لتعملوا، والرسول يراقب أعمالكم ويراقب استقامتكم ويراقب انسجامكم مع خط الله، ليكون الرسول شهيدا عليكم، وتكونوا أنتم المسلمين من خلال إسلامكم ومن خلال خطكم ومن خلال استقامتكم في الإسلام، أنتم تكونوا القيادة للناس، وأنتم تكونوا الشهداء على الناس يوم القيامة. طبعا إذا استقمتم وتكونوا شهداء على الناس، إذا كنتم تتحركون في هذا، فأقيموا الصلاة ولا تتركوا الصلاة، فإن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. لا تستهينوا بالصلاة، لا تقولوا فلان آدمي لكن ما بيصلي، مش آدمي، لأن الآدمي اللي يكون آدمي مع الله، مش المهم يكون آدمي معك ومعي، بده يكون آدمي مع الله. مثل ذاك الذي مر الإمام الكاظم سلام الله عليه على باب شخص كان ليله فسق وفجور، فسأل الجارية لمن هذا البيت؟ قالت لفلان. قال سيدك حر أو عبد؟ قالت سيدي حر. قال صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه. احنا لو كان عندنا انسانيتنا صح، مين الذي ينعم علينا اكثر من الله؟ مين اللي يعطينا اكثر من الله؟ اعطانا الحياه واعطانا كل ما في الحياه، وعندما يميتنا يعطينا حياه اخرى ويدعونا الى الجنه. مين له جميل عند الله، جميل عندنا اكثر من الله سبحانه وتعالى؟ وما بكم من نعمه فمن الله، وان تعدوا نعمه الله لا تحصى. والامام علي يقول انت امام الله، اذا بدك تكون عندك حياه، لو كان بدك يكون عندك إنسانية تشكر نعمة الله،
أنه لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب أن لا يعصى شكرا لنعمه. كشكر، قول شكرا. لذلك الصلاة أيها الأحبة هي مظهر شكر الإنسان لله، ودليل ذلك كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قيل له لم ترهق نفسك بالصلاة وقد ضمن الله لك الجنة، قال أفلا أكون عبدا شكورا، ما بدي أشكر الله؟ الصلاة هي تعبير شكرا يا رب. لذلك يا جماعة اللي بيصلي مش آدمي، ما بيصلي مش آدمي، اللي ما يصلي مش إنسان، اللي ما يصلي ناكر الجميل، ما يصلي خائن لنعمة الله سبحانه وتعالى. مش سهل. شو الدين؟ صلاة وصوم. مش الدين صلاة وصوم ركعات بتصحى تركع وتسجد، لا، الدين صلاة وصوم، لأن الصلاة تمثل انفتاحك مع الله، على الله، وصلتك بالله، ولأن الصوم يمثل خضوع إرادتك لله في خط التقوى. الصلاة بما تمثل، الصوم بما يمثل، وإلا الله لا حاجة به إلى صلاتكم وإلى صيامكم، هو الغني عنكم وعن وجودكم كله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ادفعوا زكاة أموالكم، ما يزكي أموالكم، وهي عبارة عن كل الضرائب الشرعية. وآتوا الزكاة لأن الله أعطاكم وأراد منكم أن تعطوا الآخرين. المال ليس مالكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مثل واحد يعطيك فلوس قال لك اصرف على نفسك واطل جيرانك واطل أرحامك واطل الفقراء، أنت خليت من هذا، ما يقال أنك سارق؟ ما يقال خائن للأمانة؟ هذا مثل هذه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، يعني وكلاء، أنت وكيل الله بهذا المال، والله قال لك خذ منا لنفسك واعطي الآخرين، هكذا معنا. آتوهم مالك جميل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ليش أنت شو؟ إذا الله ما أن الله يرزقك في، منين يجيك المال أنت؟ استخدمته بيديك ويداك ملك الله، بلسانك ولسانك ملك الله، بعينك بسمعك، كل وسائل تحصيل المال هي من الله سبحانه وتعالى. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، تمسكوا بالله، لأنه حبل الله ما بينقطع، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. علينا أن نتمسك بالله، وأن تكون ثقتنا بالله، وأن تكون قوتنا من الله، وأن تكون عزتنا بالله. اعتصموا بالله، لا تعتصموا بغيره، هو مولاكم، هو مولاكم، هو وليكم، لأنه خلقكم ورزقكم ويحياكم ويميتكم. فنعم المولى ربنا ونعم النصير الذي ينصرنا إذا سرنا في خط النصر، وهو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.